ازيكم يا حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. هنتكلم النهاردة عن مشكلة النحافة. مشكلة النحافة ما تقلش اهمية ابدا عن مشكلة زيادة الوزن. والنحافة هي نزول وزن الجسم عن المعدل الطبيعي اللي المفروض يكون عليه. علشان كده أصحاب النحافة بيعانوا من مشكلات كتير زي ضعف الجسم ونقص المناعة وسوء التغذية. ودلوقتي هنقول شوية طرق تقدر تساعدنا في التخلص من النحافة. تقسيم الوجبات من 5 ل6 وجبات خلال اليوم، وتناول وجبات صحية خفيفة بين الوجبات الرئيسية زي المكسرات والفواكه المجففة لاحتوائهم على سعرات حرارية عالية. تناول المشروبات الصحية ذات السعرات الحرارية العالية زي العصائر الطبيعية والحليب كامل الدسم. عدم شرب الماء قبل تناول الوجبات لأنه بيقلل من الشهية، والحصول على قسط كافي من النوم. ممارسة الرياضة لتحسين الكتلة العضلية بالجسم، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة مباشرةً.